مدعويني وهرية معمول قبلات كبوت لان ايا شر سحافة دو كل هاد لي شعبي كاسو تشيدا ديغان مدى بوت لان وحا وكو قبطي مغالا دا قردو وانا شركاسي جرايد وها مدو كغاد لي دن عيب بضن وركاسي وفافا حسن وحا كسو دير مغالا دا قردو وري حسن چنتلمان مدعويني وهرية دولة دا بوت لان جنرال عدم موسى ومدين كيو دا بيكو سجنا ديغانا دا بوت لان مرينة قبلة كالدوان ايا ديغانا بوت لان كميدا ايا باق يوليبا تلبحين وحا اوسو جيدين ايا امادا كسوان دولة بنتلان وحانا باقا مدحوينها اماتا سحافة دا سيا كمي دهاق ونقل بنتلان وحا يقدرين وين كوه الشي كونا سو عاناما شي نباد يحسلوني مارك اللو ايقو صوماليا انتا ذاكلي لبي لباطن كيسانوه اي علاده سوكا يكا جيران وحا يهوغان كومو تيساتي ان اي لحيد حبدقن اي حير سو جيران awood siinaya inay gudaheeda ku maareeyso khilaaf kasta oo soo kala dhexgala waa kan madaxweynaha hore ee Puntland oo shacabka la hadlaya waxaan u jeedinayaa shicib weynaha Puntland iyo Soomaaliya oo dhan press conference aan fayiga aan qabo markii aan shan bilood wadanka joogay waxaan u imi dhulkan ama waligaa waana joogay waana iman jiray waxaan u imi إن نبدا لغا بنتلان اي كو نوليد أفر يطبان كي سنة اي جرتي سي لو أدكي يو لكن ما انتي اي اي قوان كي يو سو بحايا اني دي شيغا يا وحيا حيد وحان نغو آمسنا او شعبي قو شيغا يا ودن كينا قلالاسو يو دباتو كد عدو مربين مركا هد أرنتي واسو حماني سا مالين كستبا واسو حماني سا marka saas daraadeed statementiga aan bixinayo waa laydiin akhriinaya iimaynta iyo xalinta tabashooyinka dadka gobolada wixii qaldamay 14 sano ee Puntland soo jirtay lambar 2 dib u eegista dastuurka iyo hubinta dhaqankiisa lambar 3 maareynta tub raaca iyo hoggaanka dawladnimo u kala soocan saddexda laamood ee dawladda kuna dhisan waxqabad isu miisaamin hay'adaha dastuuriga ah iyo kuwa aan ahayn إن مدة الدولة ده حد جرتا ثلاثة سياحي سنة كلامه ده كوني صدق يتمان تا إنت كديما سيدات ده جنايو أين دعاء الدورة شده بدلان إن جدي سعد كديمقراطية ده أصحاب تبادل لهكيو إنت شروينه جو أن كجاريو قاب كي جورتا فلنتي سيادة الله نقنايو لحدا يا لحدي حمنات البرلمان كمرجع بدلان مدحويني هورا الدولة ده بنتلان أو سؤال ويديا صحافته أي أقولن وحلا ويديا سؤال حيدا waxa haatan ku soo beegay baaqa u jeedinayo shacabka Puntland waxa haa dayimooday nin kasto aqli laa ma nin kasto jooga Puntland way ogyahay waa in dhibaato weyn inay jirto wadanka waxa aan ka dageen hadda waa kuwa dhacay oo ciidamada ay gadoodeen madaxweynaha ayaa sidoo kale إن لا ديسو وربا ديمقراطية أو لغو اللو دورتو قف كستا أو بنتلان ديغان حقوق ديسو هلو لكن حزبية ده هاد دواء دكتينو حزبي بالله قف جوكتا حزبي باسد حزبية مجران وحا هاد لغا شقيناي بنتلان وليغد وحا مهم وحا مدنمو قبالا مقان قبالا كلوا قوحيان وحن شعب يقوينها أو كبر ينا أما إني إني كده دالان مدني ما دي كوي هرنا سلوسو عليه باقا يتلسو جدا كسو يرسا مدحويني هرى الدولة بنتلان جنرال عدم مصيا كسو هذا يحل مدحويني هو مدين كودن بيسا كسو جنا دجا نذا بنتلان يسوى قيمين يا حال ذا هجود كجرتا بنتلان حسن عبد فري حسن جنتلمان تيفيق عالمي يا صومالي شنب